ورجعنا لكم تاني مستمعينا مستمعي راديو سبوت في كل مكان ومشاهدينا مشاهدي شاشة سبوت. والحوار الشيق الحقيقة التعليمي التنويري التثقيفي مستمر مع المايسترو القدير وحيد الخان. وكنا بنتكلم قبل الفاصل على مزج آلات بعينها مع بعض زي مزج الفلوت ومع الناي والقانون الغربي والشرقي. يعني الغربي والشرقي ازاي بتعمل ده؟ التوابل العظيمة دي بتطلع ازاي؟ ما هي اولا عايزة تجارب. ثانيا عايزة شوية معرفة وجرأة. مثلا لقينا صعوبة، انا استخدمت في الالبوم الجديد ده آلة الساز او بيسموها باغلامة اللي هي زي البوزو تركي. انا عارفه البوزو بس ما اعرفش البغلامه دي. فيها اسماء حسب الشكل والاحجام. فمشكله كل ما اجي ادمجها مثلا مع احطها مع انا عايز اخلق صوت جديد غير صوت القانون لوحده والساز لوحده. فعايز ادمجهم عشان يطلعوا صوت ثالث. ما كان سهل. مع بعض ما كانوش حلوين لغايه ما توصلنا الى الحل. فهتسمعي دائما في صوت جديد، حاجة آلة نبر، يعني هتقولي دي أنون ولا دي ساز ولا دي إيه بالضبط. فعملت بعض التجارب في دي. العود مثلا لما حضرتك تسمعي الأوركسترا عندنا احنا في الموسيقى العربية الآلات الطاغية هي الكمانجات والشيلو والوتريات، ما فيش غيرهم. أنا بسمع بقول وحتى الهارب ما فيش تلوين. آلات النفخ الخشبي فين؟ ما فيش، كله يعني مش عارف. لا أريد أن أعلق لأنه الناس بيمشون على نمط واحد. يعني بيقولوا ده السائد. يعني الكلام التعبير السائد ده ضد الإبداع بالضبط. المهم فكنت أنا برضو في الألبوم ما هو السائد يعني مش إبداع بالضبط. الإبداع هو أنك تعمل حاجة مش سائدة مش رائجة غير مألوف. نعم. أو الخروج عن المألوف. هتلاقي مثلا مع الوتريات الأوركسترا بخلي الأوبوة تلعب على طول برضو بيدو صوت جديد كده. بالمناسبة المايسترو كان دارس في الكونسرفاتوار أوبوة. إلا شدك لأنك تدرس آلة الأوبوة؟ أصلا عارفة الأوبوة وعارفة سمعها في ودني دلوقتي. الأوبوة دي يعني مش أي حد يتألف برضو معاها، يعني آلة غريبة. إيه اللي شدك ليها واكتذبك؟ طيب أولا الآلة دي كان متخصص فيها عبد الحليم حافظ وبرضو قبليه علي إسماعيل. وآلة مش بيقبل عليها كثير من الناس. أما بالنسبة لي ليه مش بيقبل عليها؟ قبل ما تقول أما مش بالنسبة سهل. لي مش سهل مش سهلة. هي آلة نفخية ولا وترية؟ آلة نفخ خشبي. لكن بالنسبة لي أنا ما اخترتهاش. هي اتفرضت عليك يعني أنت تقدري تقولي لو كنت ما اخترتهاش أو يعني لو ما كانتش اتفرضت عليك كان ممكن تدرس إيه؟ أنا أصلاً لما جيت من البحرين بعد الثانوية العامة كنت عايز أدرس كمانجا فيولين. وكان عمري وقتها 16 سنة. ما ينفعش الفيولين بالذات لازم 4 سنوات صح؟ 6 سنوات أو 6 سنوات لازم. ففي الكونسرفات أريا انسى الموضوع انسى خالص. أيوة ما ينفعش. فخيروني بين الأوبوة والترومبون. لا ده الترومبون ده صعب أوي، ده خليه بقى على جنب أحسن. يعني الأوبوة أرحم يعني. انت بتقول انا بعمل المزج ازاي؟ نرجع تاني للمزج ده. اولا انت ما شفتش حد من قبل موسيقار برضو نقدر نقول مصنف عالميا عمل المزج ده، ولا انت كنت اول واحد؟ ما انا لا ازعم اني اول واحد، اكيد في ناس عملوا بس انا ما سمعتش كتير ولا انا ولا بجهد. يعني مثلا ياني بيجيب العازفين دول آلة الدودوك مثلا او عازف يعزف لوحده ويقعد
كمان يمسك فلوت يعزف لوحده استعراض يعني أو ارتجال لكن ده مع الأوركسترا يعني مش كتير. لا وبعدين يعني بالرغم ان هو يعني برضو عالميا نقدر نقول موسيقار عظيم معروف. ولكن انا دايما اول ما بسمع يعني انا بتحضرني الموسيقى اليونانية اصلا انا عشت شوية في اليونان فعارفة هم عاملين ازاي. عمري ما بحس ان هو عمل النمط اللي انت عملته ده. الحالة اللي انت عملتها انا ببقى مش عارفة هي عربية ولا غربية ولا شرقية ولا مصرية. انت عامل حاجة يعني متبل الشخصية. هقول لك أستاذ ريهام في أحلى تعبير سمعته لشخص يعني بيعبر عن نفسه تجاه انطباعه عن موسيقتي. هي من الفنانة العالمية برضو تشكيلية بلقيس فخرو في البحرين. فنانة أوكي. تشكيلية انتم ما شاء الله كل البحرين مطلع العالميين في ناس على مستوى ما شاء الله الصغيرة دي للأسف مش واخدين حقهم. مسامر الحي لا يطرب ده حقيقي ولكن برضو معروف ان البحرين متعددة الثقافات وتالنتد يعني شعب موهوب كده. المهم كنا بعد الحفلة بتاعتي التقينا في المسرح الوطني لزي دار الأوبرا لحفلة تانية كده بشكل سريع. فقالت لي انت عارف لما البركان الحمم دي تاخد وقت قد ايه تتكون وتشتغل مع بعض حمم البركانية وتاخد وقت طويل بعدين لما تنفجر بتطلع كل حاجة. فبتقول يعني انت طلعت كتير فعلا. ده بعدين كلامها خلاني افكر انا عامل اعمال لسه الناس ما ابتدوش يركزوا فيها. فاعتقد انا عامل في الالبوم اللي فات كم اللي يبقى مده زمنيه طويله كل شويه تيجي وقتها بالظبط. Long lasting music يعني موسيقى مدى الحياة. مش عاملين موسيقى اللي هي دي مرتبطة بالسنة أو السنة اللي جاية وباي باي بعد كده. لا دي موسيقى الحياة. أحييك بجد على الإبداع ده. أنا عارفة إن المايسترو القدير وحيد الخان برضو أنت عملت ماجستير في علوم موسيقى الشعوب وفعلا ده يعني ظهر جليا في أعمالك كلها تقريبا. أنت إلى أي مدى تأثرت يعني بموسيقى الشعوب كده ومين اللي كانت الأحب إلى قلبك يعني وأنت بتيجي تعمل التوليفة دي؟ الحقيقة التخصص ده أفادني كتير كتير ما لأنه واضح من الأعمال الرهيبة دي. التخصص ده يعتبر نسبيا علم حديث ويهدف إلى التعرف على العالم على الناس من خلال الفنون. موسيقى الشعوب إثنولوجي هي إثنولوجي العرقية ميوزيكولوجي أو علم الأجناس أو حاجة زي كده. تمام. فمن خلال الموسيقى مفروض أن احنا نعرف الشعب ده بيفكر إزاي. المهم أنا استغليت الخبرات دي واستخدمتها كويس أعتقد. مش الإيقاع ده بيتلعب كذا مش ده. فحتلاقي في الألبوم الجديد حتى القديم الناس بيسمعوا لحن أنا عامل ده قاصد بيشبه حاجة معينة في العودة إلى الحياة. أنا قاصد لما ألعب في حفلة عايزه ينتبه ويحس إن دي بتاعته دي سمعها مش حاجة ده ديش شبه حيقوله شبه حاجة يا ترى حيتعب مش شبه أي حاجة. ليه بقى؟ لأن أنا باخد المسار اللحني مش المقام. المسار حضرتك تعرفي في الموسيقى طبعا المسار اللحني
اللي يتكون منه اللحن الشعبي المسار، مش بالضبط النغمة أو الجملة الموسيقية، وبعمل عليه شغل. فده الواحد لما يسمعه مثلا من السعودية يحس أن دي بتاعته، مش الإيقاع فقط. صحيح. أو العراقي، من عامل واحدة عراقية على إيقاع الجورجينا، وعمل واحدة ريجي، الريجي هم البحرين بيحبوا الريجي على فكرة، حاجة غاية في الروح، ريجي بس ممزوجة بالإيقاع البحريني. فالخبرات دي جمعتها مع بعض. والريجي ده أصلا إيه المفروض إن هو؟ هو اللي أعرفه إيقاع أو نمط إيقاعي يستخدم في أمريكا اللاتينية، لاتين أمريكان. بوب مورلي اشتهر بها أكثر شيء. بوب مورلي صح. وده مشهور في البحرين. أنا بقى خلطتها مع إيقاع بحريني نسميه شكشكة. شكشكة؟ الإيقاع ده مستمر لكن معاه ده في تحديات. طب وانت ليه سميتها شكشكة؟ يعني إيه اللي خلاك تسميه؟ اسمه اسمه كده. الإيقاع يسمونه شكشكة. كل إيقاع ليه اسم. في شكشكة. فأنت عملت الريجي مع شكشكة. مع شكشكة. ما شاء الله. برضو أسألك على، كنا بنتكلم في الكواليس على الموسيقى التصويرية للدراما والأعمال الدرامية. أولا أنت إلى أي مدى كموسيقار وعندك يعني خبرة عالمية في هذا المجال، أنت بتشوف الموسيقى هل فعلا يعني مرتبطة بالعمل المقدم، مؤثرة؟ المسألة حضارية. يعني لما تشوفي حضرتك فيلم، الموسيقى بتتعمل بعد ما ينتهي الفيلم، المونتاج خلص بيتعمل الموسيقى بالضبط على المشهد. أنا بتكلم عن الموسيقى التصويرية، مش التتر، مش بداية العمل ونهايته، جوه. أما حتى المسلسلات العالم المتطور، تمام، مش بتسمعي نفس اللحن بيتعاد عليك عمال على بطال، لا. ليه لازمة أو ملوش لازمة. وغالبا بيستخدموا مؤثرات موسيقية. إحنا بقى تعالي اسمعي المسلسلات بتاعتنا، اللحن شغال في مشهد في قتل، والمشهد الثاني المشهد في حته والموسيقى في حته ثانيه خالص، الموسيقى شغاله قتلوا، بعدين في مشهد ثاني واحد مع حبيبته نفس الموسيقى. فكنت بقول لوحده استضافتني وهي تشتغل في الانتاج، بقول لها ليه بتعملوا كده؟ كان ايه ردها؟ ايه يعني يقعد المونتير على كيف ويحط؟ بتقول لا لا، مش المونتير ده، واحد ثاني. بنقول له لما ما فيش حوار املى الفراغ بالموسيقى. دي كارثة. ده موجود ايضا بكثرة في المسلسلات التركية. ايوه صح صح فعلا. انا بحب المسلسلات التركية التاريخية، ودي الحلقة بتبقى ساعة ومش عارف كم، ساعتين الا ربع كمان، فبقفل الصوت خالص، احسن بقرا السبتايتلز لانه ازعاج. ليه ازعاج؟ موسيقى حلوة. بس اذا تسمعيها طبعا. هنا عندنا برضو للأسف اعيب على الدراما في الشعوب العربية عامة، يعني عندنا في مصر وفي مصر والخليج كمان. انا مبسوطة من المايسترو هو بيقول عندنا في مصر، ده يعكس قد ايه مصر في قلبه. احنا كلنا في الخليج يعني بنعتبر انفسنا مصريين. هنطلع فاصل ونرجع نواصل حلقتنا الجميلة مع المايسترو القدير وحيد الخان، وهنشوف تسمية مقطوعة عيسى بالاسم الجميل اللي سماه ده ليه. انتظرونا بعد الفاصل. فلما عملت المعهد وسط كل الأصوات اللي بتقول هتفشل هتفشل هتفشل، نجح وثبت مدة طويلة.